بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أرحب بالسادة الوزراء بعد غدا سوف نبدأ يوم جديد من عام 2022 فكل عام وأنتم بألف خير أنتم عوائلكم وشعبنا العراقي في كل مكان من العراق مرنا خلال السنة ونص من إدارة الحكومة بتحديات كبيرة بعضها نجحنا بها وبعضها احتاجت وقت أو أخفقنا بها نجحنا به شلون نحميه ونحافظ عليه ودائما اقول بصراحه هالانجازات اللي صارت هي بدعم من كافه السادة الوزراء وبدعم من شعبنا العظيم بصبره بحكمته بتحمله اللي خلتنا ننجح في هذه الظروف. لشان نجحت يجب ان نفتخر بها ونعتز بها ونحاول نحميها والحكومه القادمه ان تقوم بقدر ما يمكن من حمايتها واستمرار على هذا النهج. الورقه البيضاء كانت واحده من هذه الانجازات التي قدمت للدوله الكثير من عائدات ماليه كبيره بالرغم من محاولات الشوشره عند البعض على الورقه البيضاء لكن الورقه البيضاء لاقت استحسان كثير من القطاعات الشعبيه والقطاعات الوطنيه في الصناعه في الزراعه وكذلك في ايرادات ودعم الاحتياط ولهذا السبب لأول مرة رغم الظروف الصعبة وباء كورونا انهيار أسعار النفط وكنا على حافة انهيار النظام السياسي والاجتماعي العراقي نجحنا بتوفير أكثر من 12 مليار دولار احتياط للبنك المركزي العراقي بالإضافة إلى رفع تصنيف العراق إلى درجتين بهذه الظروف هذا إنجاز كبير يجب أن نفتخر به كذلك العراق كان قاب قوسين من أن يكون دولة مارقة وبعيدة في علاقاتها الخارجية نجحنا خلال فترة قصيرة بان العراق كثير من دوره الاقليمي والدولي العربي والاسلامي، ونجحنا بتحسين علاقاتنا وكذلك احتضان اكثر من لقاء للاشقاء للاصدقاء للجيران على ارض بغداد ارض السلام، نجحنا بترطيب الاجواء ونجحت هذه العلاقات في تقريب وجهات نظر كثير وتجنب المنطقه والعراق اثار حرب قد تكون لا سمح الله مدمره. على العراق على المنطقه كذلك عملنا بكل جد لحمايه شعبنا من وباء كورونا رغم ان هذه الازمه هي ازمه دوليه وفرنا افضل لقاحات للشعب العراقي وما زلنا نستمر بتفضيل افضل الشركات للعمل في هذا المجال في العراق كذلك عملنا في مجال الطاقه لاول مره عملنا على الاعتماد على الطاقه النظيفه وغيرنا اسم الوزاره الى وزاره الكهرباء والطاقه البديله وقعنا عقود كثيرة مع شركات تهتم بالطاقة البديلة والطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية لكي تكون فرصة تواكب العصر والمتغيرات على الأرض نعم عندنا تحديات أخرى ما نجحنا بها بسبب ظروف اقتصادية بسبب ظروف سياسية ولكن بكل تأكيد سوف نحاول أن نعالج هذه الأمور في المستقبل وسنقدم ورقة الحكومة القادمة على إجراءات اللي ممكن ان تستفاد من تجربتنا فيما يخص بعض التحديات الصعبه اللي نبيها وبعض الاخفاقات كذلك من نشخصها ونقول احنا اخفقنا في هذا المجال حتى نعبر بها الى بر الامان. علاقاتنا مع الاقليم كانت افضل علاقه لهذه الحكومه منذ عام 2003 نفتخر بها العلاقه. التوترات كانت قليله ونادره وكان عندنا اجتهادات كثيره حاولنا ان نعبرها والحمد لله شكرا بالحوار الجاد وبناء عناصر الثقه نجحنا بها بعبور هذه العلاقة المتوترة اللي كانت باستمرار متوترة عبرناها بأفضل طريقة والحمد لله والشكر مرة ثانية أتمنى لكم كل التوفيق لكم الشعبنا وأقول لكل أبناء الشعب نحتاج أن نؤمن بالمستقبل نؤمن بانتماء العراق اليوم كذلك ينتهي نهاية السنة ويكون حضور الاتحاد الدولي للدور القتالي انتهى وبالفعل استحبت القوات القتالية ولم يوجد اليوم جندي من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل وإنما وصول مجموعة من المستشارين لدعم قواتنا واحتياجاتنا في الحرب ضد الإرهاب وضد داعش كذلك هذه السنة كانت إنجازات أمنية كبيرة لجيش العراق البطل لجيش مكافحة الإرهاب والباشمركة والحشد الشعبي والسلطة الاتحادية في تحدي فلول في الإرهاب والدواعش وقتنا أكثر من شخصيات مهمة عند هذه الجماعات وسوف نستمر مطاردتها في كل مكان مرة ثانية أتمنى لكم التوفيق لكم من عوائلكم والشعبنا العظيم شكرا